ادي فرص لعدد كبير جدا من اللعيبه ده وضع طبيعي، والامور ماشيه الحمد لله احسن، واللعيبه رجاله جدا جدا. برضه سياسه الحب رائع بين اللعيبه وبعضهم، الترابط رائع طبعا، الانتماء والحفاظ على اسم كيان وصورته حاجه جميله جدا. كل ده بعيد بيدي جانب فني رائع، بيدي قوه لحسام البدري، بيديله ثقه كبيره جدا جدا. والمكسب بيجيب مكسب يا محمد، والهدوء بيجيب مكسب، والثقه بيجيب مكسب، والترابط بيجيب مكسب. فهي اسره النادي الاهلي منظومه كامله متكامله بتصنع فوز. جمهور خلي بالك برضو، احنا ما جبناش سيره الجمهور، الجمهور ده ما شاء الله كان لوحده بيبقى ربنا جعله سبب في اوقات كثيره جدا بتكسب يا محمد، واخد بالك؟ فعندك اداره، عندك جمهور، عندك لعيبه، عندك منظومه كامله متكامله كلها ماشيه باقتدار وبنجاح وتميز رائع جدا. فالنهارده ان شاء الله نشوف مباراه كبيره ومباراه كويسه من جانب اللعيبه اللي اعتمد عليه حسام البدري النهارده فنيا باذن الله. كابتن عادل، اللي احنا يمكن طبعا تسخين امتع حاجه لعيب الكوره وهو بيلعب الدايره دي، بتبقى ممتعه جدا. انا بس يعني حته ان مثلا اسلام محارب واحد من اللعيبه في ماتش الاخير متميز قوي قوي كمان، تلاقيه بره التشكيل النهارده ومبتسم وبيضحك وده النادي الاهلي. ودي النقطه ان كابتن حسام البدري، ودي جزء من الايجابيات، السيطره على اللاعبين في حته اقناعهم ان هو موجود بره زي جوه، زي لاعب اساسي زي لاعب بديل. كابتن السيستم يا كابتن، السيستم بتاع النادي الاهلي اللي من قديم الازل انه اللعيب مهما حصل، اللاعب لاعب والمدرب مدرب، ودي وجهات نظر مدرب لازم تحترم، لانك انت اعتراضك مش بيبقى اعتراضك على المدرب، انت باعتراضك على الكيان كله. انت فاهمني؟ فهي دي خط احمر عند النادي الاهلي. الحاجة الثانية المهمة، المراحل بتتغير، أهداف المراحل بتتغير. دلوقتي يمكن النادي الأهلي بدأ بمرحلة إن هو بينافس على بطولة الدوري، خلص مرحلة المنافسة على بطولة الدوري، ممكن يثبت لاعبين، ممكن يشتغل في فكرة. دلوقتي في